أسعدتم صباحنا أحبتي المشاهدين، أهلا بكم للصحافة لهذا اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني لعام 2024. البداية من الأبرز، بدء العد التنازلي لماراثون المحافظين، مجلس الوزراء يتخذ قرارات تخص النازحين، أما الزراعة إنشاء أسطول جديد لتنشيط الصيد البحري، وهناك تعديلات مرتقبة على قانون مؤسسة السجناء، أما غدا الخميس انطلاق الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية، والنقل تفعيل مشروع الباص الكهربائي في بغداد، أما شرطة بابل تسجيل أسلحة المواطنين سيكون بشكل سلس، أما المالية النيابية رواتب الأقليم سوف تحل في موازنة 2024. في أبرز أهم العناوين، نساء الشرطة المجتمعية دور بارز في الحفاظ على السلامة الأسرية. نعم، في تفصيلة الأخبار، يرتقب أن يشهد اليوم الثامن من شهر شباط المقبل انطلاق الماراثون الرسمي لانتخاب المحافظين، إذ سيؤدي أعضاء المجالس الفائزون اليمين الدستورية قبل أن يباشروا تشكيل اللجان وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. حتى الآن ما زال الجدل داخل الإطار التنسيقي يدور بشأن بقاء أو رحيل ثلاثة محافظين تصدروا النتائج في البصرة وكربلاء المقدسة وواسط، وبمجرد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات يوجه المحافظ دعوة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من أجل انعقاد أول جلسة لمجلس المحافظة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وهو ما يعني ضمنا أن الحوار غير الرسمي قد بدأ، ولا سيما بعد أن عرف كل حزب سياسيا حجمه الانتخابي. تنطلق يوم غد الخميس الامتحانات التحريرية الخاصة بصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في عموم مدارس البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للصباح إن وزارته كانت قد استكملت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وللمراحل الابتدائية الرابع والخامس والسادس، والتي ستنطلق يوم غد الخميس الموافق 25 من الشهر الحالي وتستمر لغاية 31 منه، منوها بأن وزارته وجهت مديرياتها كافة بأن يكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات التحريرية، وبين أن وزارته وجهت بالالتزام بإجراءات الوقائية خلال فترة الامتحانات، وهو إجراء احترازي تتبعه الوزارة خلال فترة الدوام والامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة، لا سيما أنها ملتزمة بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية في المدارس، مؤكدا التزام وزارته بتطبيق التعليمات الصادرة عن هذه الجهات. أعلنت قيادة شرطة بابل أن أسلحة المواطنين ستسجل بشكل سلس عبر بوابة إلكترونية ستعلن عنها الحكومة المركزية قريبا، وقال مدير السيطرة وتنظيم السلاح في قيادة الشرطة بالمحافظة العقيد الحقوقي عمار هادي دحام للصباح أن فريقا تابعا لشرطة المحافظة سينتقل ميدانيا إلى دور المواطنين الذين سيقدمون على تسجيل الأسلحة بواسطة الاستمارة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبا عبر بوابة إلكترونية، ليتم تسجيل السلاح بطريقة سلسة ومن دون أي تكاليف بعد التأكد من السلاح وفحصه داخل الدار، يعقب ذلك تزويد المواطنين بوثيقة حيازة السلاح بشكل رسمي على أن يكون السلاح داخل الدار فقط ومثبتا عند قيادة الشرطة واللجنة الرئيسية في بغداد، ليتم بعد عملية إطلاق الاستمارة بثلاثة أشهر انطلاق عمليات التفتيش لغرض ضبط الأسلحة التي لم يتم تسجيلها. أسفرت عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية ليلة الاثنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عن مقتل 21 عسكريا إسرائيليا، أعلنها صباح أمس الثلاثاء جيش الاحتلال، ووصفها بأنها الأصعب منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 تشرين الأول الماضي. وفي تفاصيل وقوع العملية أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
إن المقاتلين الفلسطينيين أطلقوا صاروخ RPG على دبابة كانت تؤمن القوى الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه وقع انفجار في مبنيين من طابقين، بينما كانت معظم القوى موجودة بداخلهما أو بالقرب منهما. من الأخبار نتوقف قليلا عند آراء اخترنا لكم مقال عنوانه بايدن المتردد ونتنياهو المتصلب للكاتب باقر صاحب، تقرأه الزميلة بشرى حسين. نتابع. بايدن المتردد ونتنياهو المتصلب، مقال بقلم باقر صاحب. تزايد الحديث في الصحافة العربية عن اليوم التالي لحرب العدو الصهيوني الهمجية في غزة. يعني اليوم التالي من ضمن ما يعنيه، هل ستقرر حكومة العدو إيقاف الحرب رغما عنها ومن دون تحقيق جميع أهدافها؟ كما يعني ماذا بعد الحرب؟ ما هو مستقبل غزة؟ وما مستقبل حركة حماس؟ كيف تدار غزة؟ وهل ستخضع للسلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات مالية وإدارية فيها؟ أو للمتهربين من اليوم التالي رئيس حكومة العدو الصهيوني نتنياهو، حيث رفض أن يبحث مجلس الحرب الصهيوني قضية اليوم التالي أكثر من مرة. وبحسب مقربين منه، أوضح نتنياهو بأن هناك ضغوطاً من قبل أعضاء متشددين في حكومة الحرب يمارسون ضغوطاً عليه بعدم بحث مسألة إيقاف الحرب، بأن تلك المسألة تعني إسقاط الحكومة من قبل هؤلاء الأعضاء، وهذا ما يخشاه رئيس حكومة العدو اليميني المتطرفة، لأن ذلك يعني نهاية مستقبله السياسي ورفع الحصانة عنه ومحاكمته بتهم فساد من قبل الحكومة المقبلة وإيداعه السجن. ويضيف الكاتب: وما زال لدى حماس العدد الأكبر منهم، فضلا عن أن حماس لم تنكسر الروح المعنوية لمقاتليها. قال: طالما ردد نتنياهو في الأيام الأولى من الحرب بأن طريق العدو صعب وطويل، لأنه وضع نصب عينيه القضاء التام على حماس، الأمر الذي أصبح الأمريكان أيضا غير مقتنعين بتحقيقه، حيث ذكرت صحيفة النهار العربية اللبنانية نقلا عن صحافة العدو بأن إدارة بايدن تشعر بالإحباط من إطالة أمد الحرب ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في غزة في اليوم التالي. في ختام المقال: فهل يظل بايدن متردداً بعد تصريحات نتنياهو المتصلب بعد أن قصده بالقول بأنه ينبغي أن يكون رئيس الوزراء الصهيوني قادراً على قول لا لأصدقائه؟ وهل الأمر كما ذكر الكاتب العراقي فاروق يوسف في مقال له على موقع ميدل إيست أونلاين بأن الكيان الصهيوني يجر الدول الكبرى إلى هلاكها؟ لا ينطبق ذلك على أمريكا فقط، بل أشار يوسف إلى عجز الدولتين الكبريين روسيا والصين عن إيقاف العدوان الصهيوني على غزة، زد على أن الدولتين الكبريين بريطانيا وفرنسا منخرطتان مع الموقف الأمريكي إلى أبعد الحدود. أهلا بكم من جديد. في الزمان، ردت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجها مع 3 شخصيات ضمن لائحة العقوبات، فيما أكدت أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية. قالت الشركة في بيان تابعته الزمان أمس أن إدارة الشركة تفاجأت بقرار الخزانة الأمريكية الذي يتضمن اتهام للشركة بنقل الأسلحة إلى سوريا وتدعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأمريكية، وأشار إلى أن هذا القرار كونه غير مبني على أي أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة. وأضاف أن الشركة عملت لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية متمثلة بسلطة الطيران المدني ووزارة النقل. سلم محافظ النجف ماجد الوائلي مديرية مرور المحافظة 18 مركبة حديثة لتعزيز الأداء الوظيفي للمديرية ومواكبة التوسع الكبير الذي تشهده المحافظة في منظومة الطرق. وقال الوائلي في تصريح أمس أن المحافظة تشهد توافد مستمر للزائرين فضلا عن الزيارات المليونية، مبينا أن دور مديرية المرور مهم في تنظيم حركة المرور، وأشار إلى توفير التخصيصات اللازمة لتعزيز البنى التحتية للقطاع الأمني ودعم واقع سير المركبات بانسيابية.
مؤكدا تخصيص نحو 3 مليارات إلى مديرية المرور، بضمنها عقد لإنشاء مبنى جديد للدائرة وعقد آخر لتجهيز 18 مركبة حديثة، فضلا عن التعاقد لتوفير بيانات مرورية حديثة أو كابينات مرورية حديثة تتناسب مع التطور العمراني في المدينة. وأوضح الوائلي أن هذه الخطوات تأتي ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. افتتح وزير النقل رزاق محابس سعداوي خطا جديدا للنقل العام في بغداد، وقال في كلمة تابعتها أمس الزمان السعداوي برفقة مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود كريم كاظم حسين، افتتح خطا جديدا ضمن 5 مناطق في بغداد، وأوضح أن الخط يبدأ من جامع النداء إلى ساحة ميسلون إلى جانب افتتاح الخط الثاني قريبا، ويبدأ من ساحة النصر مرورا بشارع الجمهورية وينتهي بساحة الميدان، استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، مبينا أن افتتاح الخط هو أحد محاور النقل العام لتعزيز النقل الجماعي في عدة مناطق، وأشار إلى توفير 14 باصا لهذا الخط، وسيجري نصب 24 مظلة حديثة جديدة في الأيام المقبلة وتم التعاقد عليها مع أحد الدول، وأضاف أن هذه المظلات مكيفة ومزودة بشاشات لتوضيح توقيتات وصول الباص إلى المسافرين. أما في الزوراء، هنأ كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ونقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي السلطة القضائية بمناسبة يوم القضاء العراقي، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن استقلال القضاء المنجز الأهم، لافتا إلى عزمه الاستمرار بتطوير النظام القضائي. أعلن فريق الإعلام الحكومي إنجاز نحو 400 مدرسة أنموذجية في بغداد والمحافظات، فيما كشف عن تفاصيل المشاريع الخدمية المحالة للتنفيذ في ذي قار. أكد افتتاح مدارس أنموذجية في محافظتي ميسان والبصرة، وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد في حديث للزوراء أن قرابة 400 مدرسة أنجزت ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ووزارة التربية في بغداد والمحافظات، مؤكدا أن التوجه الحكومي إنهاء ظاهرة الدوامات المزدوجة والثلاثي والمدارس الطينية والكرفانية. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني الوزارات بالإسراع في إنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، وفيما خصص مجلس الوزراء 1 مليار دينار لكل محافظة للمباشرة بشراء الأسلحة من المواطنين، قرر تخصيص 4 ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح. أما في صحيفة المدى، رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي أن التطور الحاصل في البلاد بمجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وبتراتبية مطردة، وذكر المركز في بيان تلقته المدى أن هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي الاهتمام بالتشريعات الرقمية حماية المواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين. نعم، أفادت مجلة سيورلود الأمريكية بأن العراق احتل المرتبة 13 عربياً و18 بعد المئة عالمياً للبلدان التي لديها أعلى وأدنى عدد من الأطباء لكل فرد لعام 2023. وذكرت المجلة في تقرير لها: لا شك أن وجود عدد كبير من الأطباء في بلد ما أمر بالغ الأهمية، ويشير إلى أن خدمات الرعاية الصحية متاحة عندما يحتاجها المريض، وتتمثل الأدوار الأساسية للأطباء في تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة، ويعد هؤلاء المتخصصون الطبيون ضروريين لمنع الإصابات والإعاقات في الجوانب الجسدية والعقلية والعاطفية لجسم الإنسان التي يواجهها الناس يوميا. في الصفحة الأخيرة، ينظر إلى الاستعداد ليوم القيامة على أنه حدث غريب ينحدر إلى هامش جنون العظمة،
لكن الأمريكيين العاديين أنفقوا 11 مليار دولار على أدوات البقاء على قيد الحياة في هذا العام الماضي. وتظهر الدراسات الاستقصائية أن حوالي ثلث مواطني الولايات المتحدة يعترفون بالتحضير ليوم القيامة، لكن القليل منهم لديهم الموارد الواجب تخصيصها لملاجئهم الخاصة. وأنفق أغنى أثرياء العالم مئات الملايين من الدولارات على تأمين مجمعات تحت الأرض وجزر خاصة وشقق سكنية للأثرياء فقط. وفي أواخر العام الماضي تبين أن مارك زوكربيرج كان يبني حصنا مخيفا بقيمة 100 مليون دولار مدفونا أسفل مزرعته في جزيرة هاواي، مكتملا بإمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به وأبواب مقاومة للانفجار. أما في الصحف العربية أحبتي، في الرأي في صفحة خارجيات، أطلق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس مراسم بدء وضع الصبة الخرسانية في المفاعل الرابع والأخير في محطة الضبع النووية بمدينة مرسي مطروح. وأكد السيسي خلال المراسم أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة بإحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره. أما في الأهرام المصرية، الأونرو مقتل 6 أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة في غزة، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونرو، إن 6 نازحين استشهدوا بعد أن تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس مركز الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة للقصف خلال العمليات العسكرية. أما في الصحف العالمية، في الخبر قبل الأخير، أوبنهايمر يتصدر السباق نحو 13 ترشيحا، يتنافس فيلم الدراما التاريخية أوبنهايمر وكيلرزوف الذي ذا فلاورمون قتلت زهرة القمر مع فيلمي باربي وذا هولدفيرز وأفلام أخرى على جائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز أوسكار لهذا العام. في الخبر الأخير، نيويورك تايمز، هل يخطط كيم جونغ أون حقا لشن حرب هذه المرة بعد وصفها جارتها الجنوبية بالكيان المعادي وتهديدها بالسحق بالسلاح النووي؟ تكون كوريا الشمالية قد صعدت لهجتها تجاه سول في أو فهل تشعل حربا هذه المرة؟ سؤال ناقشته صحيفة نيويورك تايمز في تحليل لها بدأته بالحديث عن تكثيف بيونغ يانغ التهديدات النووية في حين ينشغل العالم بحروب أخرى. أحبتي المشاهدين، ختاما نشاهد كاريكاتير الصباح. نعم، شكرا لك ماهر في فقرة صحافتنا وهدى في إعداد الصحافة، وشكرا لكل من ساهم بإتمام هذه الحلقة. دائما في كل ختام وفي كل بداية لا يسعنا إلا أن نتمنى لكم طيب اليوم والسعادة. مقدما نتمنى وندعو ونرجو أن يكون أسود الرافدين اليوم في 3 نقاط والمتصدر الأول على المجموعة. كل التوفيق لكم أينما كنتم. شكرا لجعفر وشفراس وماهر، وأيضا في الإخراج والإعداد أستاذ أحمد كنعان والسيدة هديل البياتي، وشكرا لكل من ساهم بإتمام هذه الحلقة.